السلام عليكم مشاهدي قناة تكنو الكرام. التجارب هي أفضل وسيلة لاستكشاف العالم، وقال أحد الفلاسفة أن الفشل هو مجموعة من التجارب التي تسبق النجاح. لذلك اليوم سنقدم لكم 5 من أفضل وأبسط التجارب التي يمكن القيام بها في المنزل. قوس قزح في الزجاجة. هناك طريقتين للحصول على قوس قزح في قنينة. في كلتا الحالتين سنستخدم سوائل مختلفة الكثافة ونسكبها على بعضها البعض. الطريقة الأولى، سنستخدم العسل كطبقة سفلى، ثم نضع صابونا سائلا ملون، ثم الماء، ثم زيت الزيتون، ثم الكحول. وإذا لم يكن لدينا هذه المكونات، سنستخدم الطريقة الثانية والتي لا تحتاج إلا للسكر والماء والألوان الصناعية. توضع كمية مختلفة من السكر في أكواب مختلفة وتمزج مع الألوان المختلفة والماء. في القنينة ضع أولا المحلول الملون ذو أعلى نسبة سكر، ثم يجب بعد ذلك إضافة باقي المحاليل الملونة بحيث تكون الطبقة العليا من المحلول بأدنى نسبة سكر. هذه التجربة تعتمد على الفرق بين كثافة السوائل، وهي طريقة سهلة لشرح معنى كثافة السوائل للأطفال. مغناطيس كهربائي مصغر. أولا سنحتاج إلى مسمار حديدي والذي سيعمل كمغناطيس، وسنحتاج أيضا إلى سلك نحاسي وبطارية. ونلف السلك النحاسي على المسمار، ثم نوصل أطرافه بالبطارية، ونتيجة لمرور التيار الكهربائي في السلك النحاسي حول المسمار سينتج مجال مغناطيسي سيسمح للمسمار العمل كمغناطيس. كتلة مرنة مغناطيسية. لهذه التجربة سنحتاج ملعقة كبيرة من مسحوق البوراكس، وهي مادة شهيرة تستخدم في التنظيف، ثم تخلط مع كوبين من الماء، ثم نضيف كمية من الغراء إلى المزيج، ثم نقلب المزيج ببطء. بعد ذلك تضاف برادة الحديد ويقلب المزيج جيدا حتى تصبح الكتلة مرنة. والآن خذ المغناطيس وقربه من الكتلة الناتجة وسوف تزحف نحوه على الفور. معجون أسنان الفيل. هذه تجربة عرضناها من قبل على القناة لكن لم يفهمها الكثيرون، لذا سنعيد عرضها مع توضيح أكثر. للقيام بها اخلط معلقتين كبيرتين من الماء الساخن مع ملعقة صغيرة من الخميرة واتركها بعض الوقت، ثم ضع في قارورة بلاستيكية بعضا من الصابون السائل والألوان الصناعية ونصف كوب من بروكسيد الهيدروجين أو ماء الأكسجين المركز بنسبة 6%، ثم صب محلول الخميرة على المزيج وشاهد السحر. الكوكاكولا والحليب. إذا خلطنا كمية بسيطة من الحليب بالكولا فإن الحليب سيعود إلى أعلى الكوكاكولا، لكن إذا تركت هذين المشروبين معا لفترة من الوقت سيبدأ الحليب بالترسب في قاع القارورة، بينما سيختفي لون الكولا وتصبح شفافة. لكن لماذا حدث هذا؟ إذا قرأت مكونات الكولا ستعلم أنها تحتوي على أحماض، بالرغم أنها ليست قوية لكنها لا تزال بيئة حمضية، والحليب بدوره قلوي ضعيف، وعندما يتفاعل الحمض في الكولا مع الحليب القلوي ينتج عن ذلك إبطال مفعول أحماض الكولا وتنسب المواد الأخرى فيها. في النهاية نتمنى أن تكون التجارب قد أعجبتكم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وبالطبع لا تنسوا الاشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار.